عسلام. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. أولا نعتذر على المشكلة اللي وقعت في الفيديو قبل هذه في مشكلة الصوت، وأرجو في الفيديو هذه ما عادش فما هذا المشكل. اليوم كالعادة نهار الأربعاء نحاولوا باش نتكلموا على سؤال أو موضوع يتعلق باللادينيين. احنا نعرفوا ان المسلم بصفة عامة يتصور ان الاسلام هو وحده الدين اللي موجود في هذا الكون، وان كل الاديان الاخرى عبارة على كذب وعلى تزوير. حتى ما يسمى باهل الكتاب يعتبروهم مزورين، وهذه معناتها حقيقة يؤمن بها اي مسلم ويعتبرها مسلمة، ويأكدها القرآن عندما يقول ان الله لا يقبل غير الإسلام دينا. لكن الواحد وقت يولي يشك، خاصة توا مع التطور العلمي ومع الانترنت ومع جوجل، ويكتشف فما أديان أخرى بل بالمئات أو بالآلاف، يلقى روحه معناتها لازم يتسائل علاش الدين موجود. هل الدين كان حاجة باهية في الماضي؟ هذه الأسئلة نطرحها، والجواب على هذا السؤال توا احنا في العصر هذا نجم نجاوب عليه بكل سهولة، ان الأديان بصفة عامة خاصة الأديان الأولى جاءت لكي تجيب على أسئلة نجم نقول احنا وجودية او ميتافيزيقية، وهذه الأسئلة اجاب عليها الدين ولم يستطيع الإنسان بالمنطق والفكر ان يجيب عليها. ولكن هوني نطرح السؤال، هل الأسئلة اللي طرحها الإنسان هي أسئلة صحيحة؟ وهل هي أسئلة عندها إجابة؟ يعني الواحد يتصور أن كل سؤال عنده إجابة، وهذا غير صحيح. فما أسئلة خاطئة ما عندهاش إجابة. أنا وقت نجيت ونقول في البيت هذه فما قداش من شيطان، هو سؤال معنتها نجم نقوله ما عندوش إجابة. علاش؟ على خاطر قبل ما نسأل هذا السؤال يجب أن نسأل سؤال آخر، اللي هو هل الشيطان موجود؟ وكيفاش نحدد الشيطان باش نعرف نجاوبه هل في البيت هذه فما شواطن ولا لا، ثم كم فما من شيطان في البيت هذه. إذن السؤال الأول اللي يجب أن نطرحه، هل الشيطان موجود؟ من بعد نعرف الشيطان ونفهم شنو هو الشيطان، من بعد نتأكد هل فما شواطن في البيت هذه أم لا، ثم أخيرا نسأل السؤال قداش فما من شيطان في البيت هذه. أما السؤال معناتها مباشرة كم فما من شيطان في البيت هذه دون تحديد الشيطان وكيفية الشيطان وصفات الشيطان وهل الشيطان موجود في البيت هذه، ما نجموش نجاوبوا على السؤال، وهذا بديهي. إذن هناك أسئلة وأنت تطرحها الإنسان كان من المفروض ما يطرحهاش، كان من المفروض يطرح أسئلة أخرى قبلها، قبل ما يطرح الأسئلة هذه، قبل أنا ما نسأل من فين جيت وفين ماشي، أعطيني نفهم شكوني أنا هوني، قبل ما نسأل هل الكون خلقه إله أو لا، أعطيني نفهم الكون شنو، أعطيني نفهم الأرض، أعطيني نفهم المجرة، أعطيني نفهم معناتها الكون هذا بصفة عامة، كيفاش ظهرت النبات، كيفاش ظهر المادة، كيفاش ظهر الحياة. فهمت؟ هذوما أسئلة أساسية ويمكن نتأكدوا منها. أما نجي نسأل في أسئلة ما تقدمني وما تأخرني، فهمت، وما تعطيني حتى معناتها حل حياتي، معناتها الحقيقة تضيع وقت. الخطر الأهم في هذه الدنيا أن نسأل الأسئلة الحقيقية، الأسئلة الفعلية، الأسئلة اللي نجم نتأكد منها باش ما نضيعوش وقتنا. احنا حياتنا محدودة في هذه الدنيا، ورغم ذلك المشكلة مش في الأديان بحد ذاتها، وإنها طرحت أسئلة غالطة وأعطت إجابة ما نجموش نتأكد منها. المشكلة أكبر من ذلك، خاطر احنا قلنا ان المنطق يقول ان الأديان جاءت من اجل
أن تعطي إجابة الأسئلة ما نجموش تثبتوها. الله والجن والملائكة هذه الخرافات الكل معناتها حاجات معناتها حتى إنسان ما نجم يثبتها، هي خيالية كيما باتمان كيما السنافر كيما التنين الأزرق غيرها من الأشياء كيما عروس البحر كيما البراق كيما كل هذه أشياء يعني الإنسان يتخيلها فهمت ويتصورها وجاد دين وجعلها معناتها كيما نقول جوقة وجعلها فكر وجعلها معناتها كل معناتها كن نجم نقول وإحنا بناء عليها ياسر حاجات بناء عليها حياة الإنسان. يعني هذه هي المشكلة، مشكلة معناتها كبيرة، ورغم هذاك نقول ما هيش مشكلة، وإنما المشكلة الكبيرة هي في الديانات اللي جات تحب تتدخل في حياة الإنسان سوى الفردية سوى الاجتماعية سوى السياسية سوى الاقتصادية. هنا مصيبة كبيرة، هذه الديانات اللي تعتبر حديثة بالنسبة للديانات الأخرى اللي هي قديمة واللي معناتها الإنسان معناتها آمن بها من أجل معناتها ما يحسش روحه معناتها وحده، معناتها آمن جاب فكرة الله، جاب فكرة الله باش يحس روحه اللي هو مش وحده باش يقل عنده الخوف، أو جاب فكرة أنواع الآلهة أو الملائكة أو كل الخرافات هذه يعني التخيلات البشرية يعني اللي صنعها الإنسان باش ينجم يقاوم صعوبة هذه الحياة. ولكن الديانات الحديثة خاصة الديانات الإبراهيمية حتى الديانة الزردشتية اللي أول واحدة معناتها جات معناتها دخلت أنفها في الحياة الشخصية، يجي يتدخل فيها باسم إله مجهول، لا يكفي إنه مجهول ولا يكفي إنه يحدد لي طريقة عيش في وقت معناتها النجم نقول وإحنا قديم ويعتبره مقدس ويجي يفرض علي اليوم. أنا منلومش كما قلتها ونعود نقولها، أنا منلومش الأديان اللي ظهرت عندها 2000 سنة ولا 3000 سنة ولا 4000 سنة، مانيش اللوم فيهم هما، أنا اللوم في الوقت الحاضر العباد مازال تتبع في الديانات هذه على خاطر هذه الديانات ظاهرة فهمت اللي تتدخل في حياة الفرد. يجي مثلا الإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو غيرها يقول لك اللي هو مقدس واللي هو صادر من عند الله، وإحنا نعرفه أن الاقتصاد يتطور السياسة تتطور الإنسان يتطور سواء في مستوى الوعي والأفكار سواء في مستوى التركيبة الجسدية أو حتى طريقة العيش. يعني الإنسان كيفاش كان يعيش عنده 1000 سنة مش كيما توا، إنسان كان يركب على الجمل مش كيما توا يسوق في كهرباء، الإنسان اللي كان معناتها يركب على البهيمة ويمشي على الساقين توا يركب في الطيارة ويمشي في الصاروخ. أنت تشوف كل الأديان جات معناتها باش تفرض طريقة نتاع حياة لا يمكن تغييرها على خاطر يعتبروها مقدسة ويعتبروها صادرة من عند إله. يعني المفروض تعرف فكرة الوحي بحد ذاتها، فكرة الوحي هي من أخطر الأفكار اللي معناتها النجم نقوله ظهرت في الإنسانية. قبل كان الإنسان يسمو نحو الله، يسمو نحو الكمال، يبحث عن إله ويبحث عن الأخلاق في هذا الإله عن طريق السمو، يعني هو يسمو. بينما منذ 3000 ولا 4000 سنة تبدلت الفكرة ولات معناتها فكرة إن هذا الإله أو هذا الكمال هو اللي يبعثنا ويقول لنا شنو نعمل وشنو ما نعملوش. والمصيبة الزرقاء إن اللي بعثهولنا ما هوش منطقي بالنسبة لنا احنا اليوم وبعيد كل البعد عن الواقع متاعنا توا. يعني هذا شيء مش معقول ومش مقبول. إذن الدين لو كان يقتصر على الجانب الروحي فقط يمكن نتغاضى عليه، إنسان يحب يؤمن بإله، إنسان يحب يؤمن بتنين،
انسان يحب يؤمن بالسنافر، انسان يحب يؤمن بال باي حاجه اخرى ما يهمنيش فيه. اما تجي الحاجه هذه اللي يؤمن بها وتفرض عليا انا وانت والمجتمع باش يطبقوا طريقه عيش تناسب هذا الشيء المتخيل، هذا الغير مقبول، خاصه عندما يكون هذا معناتها التدخل ليس على مستوى الفرد نفسه. يعني مش انا مثلا نؤمن ببطيخه والبطيخه هذيك تقول لي لازمني نمشط شعري هكا وتتوقف غاديك، وانما نؤمن ببطيخه والبطيخه هذيك تقول لي انا نمشط شعري هكا ونفرض على العباد الكل باش يمشطوا شعورهم كيما شعري. يعني هنا معناتها شيء معناتها غير مقبول، غير مقبول اصلا، يولي هنا تدخل في حياه الاخرين. هذاك علاش احنا توا في العصر هذا لازمنا نفهم ان اي فكر ديني يتجاوز الفرد يجب ان يحارب بكل الطرق. اما تدخل الدين في السياسه فهذاك لا نقاش فيه، مهما كان هذا الدين ما عندوش الحق الدين يعطيك الطريقه كيفاش تعيش وكيفاش تنظم حياتك. علاش؟ على خاطر الدين من المفروض انه يكون معناتها يمس جانب معين من الانسان، ماهوش باش يمس طريقه عيشي، ماهوش باش يمس شنو ناكل وشنو نشرب. فما علم وفما بحوثات هي اللي تاكد شنو اللي ناكل وشنو اللي نشرب، مش الاسلام مثلا يجي يقول لي اشرب بور البعير، وانما دراسات طبيه تقول لي هل بور البعير مضر ام لا، وهل معناتها لي الحق ان اشربه معناتها وما تصابنيش امراض وما تصيبنيش حد شيء ولا شنو التاثيرات نتاعو ولا لا. مش واحد بدوي عنده 1400 سنه يجي يقول لي اشرب بول البعير وانا دوام معناتها من كم من مرض. يعني هذا كلام معناتها كيفاش الانسان في الوقت الحاضر يخمم بالمساله هذه؟ يا اخي ما تخموش شويه، ما تفكروش شويه، انتوما نكلم فيكم انتوما يا مسلمين بصفه عامه او اللي تشكوا، يعني ما تفكروش شويه كيفاش معناتها تقبلوا حاجات كيما هكا؟ كيفاش معناتها رغم اللي فما عباد يعني مستواهم يعني نجم نقولوا عنده دكتوراه وقاري ويجي توا واحد جاهل لابس عمامه على راسه يجي يعلمك كيفاش تخمم وكيفاش نوع تعمل وشنو ما تعملش؟ ما تحشمش انت الدكتور تمشي تصلي ورا واحد جاهل ما يعرفش حتى يخمم؟ وانما يعاود في الكلام كيما البابا غيو، تشد كتب قراها احفظها، فهمت؟ حتى كان جاي قراها الكل واحفظها الكل، قرا جانب معين منها وبقى يكرر فيها يكرر فيها عن 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 عن, عن, عن ويجي طبيب والا دارس معناتها حتى ماخذ سيزيماني، نفترضوا ماخذ مستوى سيزيماني ابتدائي، يعني يعرف يقرا ويكتب على الاقل شويه، يجي واحد حاشاكم فهمت عالم دين سني ولا شيعي يجي يعلمه كيفاش يتصرف الحياة وشنو هي الأخلاق؟ هذا مش معقول. يمكن قبل كانوا العباد جهال ما يعرفوش يقراو، يعني علماء الدين كانوا الوحيدين اللي يعرفوا يقراو ويكتبوا. أما توا شكون منكم ما يعرفش يقرا ويكتب؟ شكون منكم ما ينجمش يحل الإنترنت ويبحث في الإنترنت وياخذ المعلومات؟ اش حاجتكم انتوا بهالعلماء الدين وتمشيو للجوامع؟ انتوا ما تصور محمد كان توا موجود فهمت يقول لهم ابنيو جوامع، راهم يقول لهم افتحوا باجة فيسبوك ولا افتحوا شانة يوتيوب، راه الجوامع ولات على الانترنت. شي طبيعي لانه يكون معاصر للعصر نتاعو. وهذه ياسر عباد مع الاسف ما يحاولوش يفهموها. هذاك علاش يعني التخلص من الاسلام، عندما نقول الاسلام راني ديما عندما نقول الاسلام ونقول الاديان انا نتكلم على الاديان هذه اللي تحب تحشر انفها واللي تحب معناتها تفرض وجودها على اشخاص. انا ديما نقولها الاعتقاد او الايمان الفردي ما يقلقنيش، اما الايمان عن طريق جورو او عالم دين او شخصيه فهمت تفرض وجودها على عباد اخرين هذا هو المرفوض اصلا. نظن الفكره واضحه
ونقول لكم مع فيديو قادم وبسلامة.